أن المؤسسة انتهجت منذ بدايتها سياسة صناعة الحياة، وليس من السهل بنظري أن يسعى أشخاص أو مجموعة أو مؤسسة أو حتى حكومات لصناعة الحياة، حيث أنها مهمة غاية في الصعوبة. نعم، كنا نصنع الحياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نروج للأمل ونسوق التفاؤل ونغرس بذور الطموح والتطلع للغد والمستقبل القادم بروح المشرئب والمستعد لإثبات ذاته. ولعل التسويق للأمل اليوم تعترضه ظروف وطنية نعايشها ونكابدها ومآقينا تذرف دما على ما وصل إليه اليمن الحبيب. ذلك الأمل الذي وضعته المؤسسة منذ أيامها الأولى صوب عينيها قبل 7 أعوام مضت يؤكد رؤية ورسالة المؤسسة واستراتيجيتها بعيدة المدى والأمل. الثقافة المستنيرة من أفضل ما يمكن صناعته أو تقديمه لبناء مستقبل اليمن، وهذا بالفعل ما قامت به المؤسسة خلال الفترة الماضية. فالإنسان هو منجز المؤسسة الرئيسي، وكوادرنا التي تخرجت من مؤسسة صناع الحياة هم من نفخر بهم ونباهي بهم العالم. وسنكون مجافين للحقيقة إن نسبنا الفضل في كل منجزات المؤسسة خلال 7 أعوام إلى أنفسنا فقط. فكما نؤمن بالتعاضد والعمل الجماعي والمتكامل بين مختلف مكونات الطيف المجتمعي لمختلف مؤسساته وكياناته، فإننا نؤمن أيضا بالشراكة بين كل تلك المكونات. فلولا المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها الشركات والمؤسسات الخاصة والأهلية، ولولا تعاون الجهات الحكومية الرسمية وتسهيلها لكثير من مهامنا، ولولا الرعاية المقدمة من المنظمات الدولية المتخصصة في رعاية المؤسسات المجتمعية، ولولا الوعي الشعبي من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية ذات الاعتبار المجتمعي، ما كان لصناع الحياة شيئا يمكن أن نفاخر به. ومن هنا نوجهها رسالة شكر وعرفان لكل من أسهم ويسهم وسيسهم مستقبلا في الوقوف إلى جانب مؤسستنا ودعمها لمواصلة مسيرة النهضة ونشر الأمل بحكم طواعية العمل. وتجاوز كل تلك الإشكاليات يكمن في التكامل الذي ننشده من كافة مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والرسمية والمجتمعية لتحقيق مستقبل أفضل لليمن الحبيب. فحين يأتي الشاب إلينا تكون إمكانياته هائلة لكنها غير مصقولة وغير مركزة، فنعلمه تحديد الهدف والمثابرة للوصول إليه، ونمنحه فرصة التجربة وحتى الخطأ تحت مظلة ترعاه وتقدر جهوده. الشباب عندنا يتعلمون التخطيط ويمارسون العمل بروح الفريق ويتدربون على النقد الذاتي المنصف. صانع الحياة المبادر الأخ هلال محمد الحريدي. صانع الحياة المثالي في النشاط الأستاذ أو الأخت أسماء صالح. شهادة المثالي الأخ نسيم أحمد دبوان العديمي. مؤسسة صناع الحياة مؤسسة شبابية أسست في عام 2005 في 7/3/2005، فهي مؤسسة تهتم بالشباب وقضايا الشباب، تسعى إلى النهضة. رسالتنا في الأول، رؤيتنا في المجتمع صناعة شباب قيادي ومؤثر يساهم في نهضة المجتمع. إحنا اليوم نحتفل بمرور 7 سنوات على التأسيس من الإنجازات والمشاريع والمشاريع والإنجازات. سنوات على مؤسسة صناع الحياة على تأسيسها، نحتفل اليوم بهذه المناسبة. أشعر فعلا، أول حاجة شعوري بالفرح الشديد لأننا انضميت لهذه المؤسسة تقريبا من سنة،
فعلا حس دخلت عالم الإنجاز من أوسع أبوابه. أتمنى المؤسسة تظل وتدخل في كل بيت يكون فيها أعضاء من مؤسستنا الغالية. أتمنى أنهم فعلا ننقذ للأمة ونعمل شيء عظيم لهذه الأمة، فعلا نخرج شباب فاعل وناهض بالمجتمع والأمة. أتمنى كمان مزيد من التقدم، أن احنا كمان نكون عندنا الريادة بجوار المؤسسات اللي فعلا تهتم بالشباب.